هاي الأيام اللي ما لازم تضيع منا لا بدقائقها ولا بثوانيها، أيام مصالحة مع الله عز وجل، أيام ذكر، أيام تكبير، أيام استغفار، أيام إقبال على الله، أيام قيام ليل، أيام صلاة فجر حاضر وجماعة، أيام توسل إلى الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته، أيام تنظيف القلوب، أيام مسامحة، أيام مصالحة. فما تضيع منا هاي الأيام، العمر كله قاعد بركض ركض. هاي انتو شايفين يعني أصبحت مسيت يعني الأسبوع شايف كيف بركض ركض، فالعمر كله بركض ركض قاعد. والأيام اللي بتروح والثواني التي تذهب لا تعوض بشيء. فأنا إذا كان لي من نصيحة لإخواني، الأمر الأول ننظف القلوب، هي رقم واحد. والأمر الثاني نكثر من الذكر. والأمر الثالث نريح الفكر، يعني ما يظل الإنسان عايش في ضغط، وبالنهاية لن تستطيع أن تغير إلا اللي تقدر عليه. مش بقول لك لا تغير، بس بقول لك ما لن تستطيع أن تغير إلا ما تستطيع. وقاعد كل ما صار طقة بمشرق ولا طقة بمغرب بيدخلونا فيها، ونصير إحنا يعني عايشين المشاكل. استمتع بوقتك وبحياتك، فعمرك قصير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اهدنا بهداك، وأعطنا من عطاك، وأرضنا برضاك، وصل حبالنا بحبال نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعله أحب إلينا من الماء البارد في اليوم الحار على قلب عطشان ظمأ. اللهم حببنا بنبيك بسوابق إحسانك، وأنت على كل شيء قدير. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا مرحبا بكم جميعا في إذاعة يقين وبرنامج هم كمي بتعاون مع شاشة عمان تي في. وبرحب بكل إخواني وأخواتي اللي متابعينا على صفحتنا على الفيسبوك. أيام عظيمة 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 جدا، وقاعدين منقرب إحنا من يوم عرفات، قاعدين منقرب من يوم الوقفة، اليوم الذي يتجلى الله عز وجل به على كل خلقه بالنظر. عشان هيك إذا بتسمع مني جمع لك كم من دعاء عشان تصير في تركيز، جمع لك كم من دعاء وركز عليهم في كل يوم عرفات، لأنه يوم عرفات يوم الاستجابة، يوم التباهي، يوم المغفرة، يوم النظر، يوم العطاء، يوم المصالحة، يوم الإقبال. فجهز أكم من دعوة وركز عليها في يوم عرفات. يكفي أن الله عز وجل يكفر في سنتين صيامه، السنة اللي راحت والسنة اللي جاءت. ولذلك التعامل مع الله تبارك وتعالى يعني أربح من التعامل مع الخلق. أنت اليوم بتغلط مع واحد غلطة بظل عادي يذكرك فيها طول عمرك، لكن الله عز وجل إذا تبت إليه أمر الملائكة فنسيت ما كنت قد عملت. بنسوا الملائكة كل ما كان منك ويبدل سيئاتك حسنات. طب يلا نتصالح مع الله عز وجل، ففروا إلى الله. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ستار وستير، من رحمة الله عز وجل أنه ستر على العباد حتى لا تنسى حسناتهم بما وقع من سيئاتهم، وستره دليل المغفرة، لأنه ما كان ليسترك في دار الفناء فيفضحك في دار البقاء. وإذ أمر عباده بسترك حتى لا تنسب إليك سيئة تنسى بها حسناتك، فلله الحمد. وقال لك من ستر مسلما ستره الله، لأن المجتمع كله قائم على الستر. مش ثقافة اليوم، ثقافة اليوم قائمة على الفضائح، على التهويل، على لا. الله عز وجل بنى فينا ثقافة أخرى،
حتى بنى فيك ثقافة مع ذاتك أن الله يغفر للكل إلا المجاهرون. من المجاهر؟ قال لك الذي يصيب ذنبا يستره الله ثم يصبح فيقول فعلت كذا وكذا. حتى مع نفسك بنى فيك ثقافة الستر مع الذات، فما كان ليسترك في دار الفناء ويفضحك في دار البقاء. ولذلك إجا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن الله يدعو عبدا يوم القيامة فيدني عليه كنفه، كنفه أي ستره، ثم يقرره بذنوبه، فعلت نعم فعلت، فعلت آه والله يا رب، والله عملت، عملت كذا نعم. شوف عادي المناجاة الإلهية، شوف المعاتبة الربانية، شوف المحبة بين عبد مذنب وخالق غفور، فيقرره بذنوبه ذنبا فعلت نعم فعلت، فعلت نعم فعلت، فيقول الله عز وجل سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، يلا على الجنة. شوف المنظر ما أجمل والنتيجة ما أحلاها. بس هذا كان موقع عقد مع الله عز وجل. شو العقد؟ من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. في عقود موجودة في المجتمع اللي هي عقود الستر، لأن كل مجتمع قائم على الستر. المجتمع فيه سيدات، المجتمع فيه بنات، المجتمع فيه كبيرات، المجتمع فيه صغيرات، المجتمع فيه رجال، المجتمع فيه أطفال، المجتمع والمجتمع والمجتمع، فثقافة المجتمع قائمة على الستر. والناس التي تتشوق إلى الفضائح الله عز وجل يكشف سترها في الدنيا قبل الآخر، نسأل الله العافية والعافية. وهذا مين بيعرفه؟ الله، ربنا سبحانه وتعالى. الله رب كل شيء، لكن إحنا بلغتنا بنقول رب القلوب، مش معناته الله مش رب الظواهر، لا يا معاذ الله، بس الفكرة أن الله يطلع على القلوب. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، هو عملها؟ لا، هو أحب أن تشيع، تعهده الله وتوعده بعذاب، هو يحب أن تشيع الفاحش مع أنه ما عملها. امرأة لوط صدرت منها الفاحشة؟ لا، لكنها حشرت مع قوم لوط لأنها أحبت أن تشيع الفاحش. ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، وبعدين ربنا قال لسيدنا لوط إلا امرأتك. ليش إلا امرأته؟ لأنها أحبت الفاحشة فحشرت مع الذين. بدك تدير بالك، بدك تدير بالك، لأنك شريك مع الذين يعني وقعوا في الفواحش إذا أحببت أن تشيع. فإحنا كلنا نقول يا رب الستر، يا رب الستر، يستر أعراضنا وأعراض الناس كلها، حتى لو كان غير مسلم أو حتى غير المسلم. الله يستر على الكل. يعني الأخلاق لا، ليست أخلاق، الأخلاق الإسلامية أخلاق راقية، ورقيها دلالة على عدم حصرها. لو كانت محصورة بتكون أخلاق جزئية، يعني أنا ما بحب ابني يوقع بمشكلة، لكن ابن جاري الله لا يرده، لا لا، هاي أخلاق جزئية. الأخلاق الشمولية أنك تحب النجاح للكل والستر للكل والتوفيق للكل والرزق للكل. علمنا الله إياها إذ قال اهدنا الصراط المستقيم، علمنا الله إياها إذ قال اللهم اهدنا في دعاء القنوت، اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، ولم يجعلها دعاء فرديا فلم يقل اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، لأن دين الإسلام ليس دين فرد ولكنه دين المجموعة. أي مجموعة؟ العالمين، مش المسلمين، لا، دين العالمين. فمن العالمين من قبل ومن العالمين لم يقبل، لكن كونه لم يقبل لا ينفي عنه أنه من العالمين. هذا وين الفكر؟ هذا فكر الدين. هذا فكر مين؟ فكر الدين. نسأل الله أنه يعلمنا. فهاي الأيام أيام المصالحة مع الله، أيام الإقبال على الله عز وجل، أيام التسبيح والذكر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر،
يا لطيف الطف بنا يا الله، يا كريم أكرمنا يا الله، يا رحيم ارحمنا يا الله. أذكار، أذكار، واجعل لنفسك برنامج من الذكر، برنامج. خلص يوم الجمعة الوقفة شو معك كم يوم؟ بدك برنامج مستعجل وطارئ يغلب على لسانك فيه الذكر، يغلب على لسانك فيه الذكر. ترى احنا بتيجينا فورات فورات، تيجينا هم نذكر 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 بعدين بننام. لا، يكون عندك برنامج. قديش اقول كل يوم لا حول ولا قوة الا بالله؟ اختار الرقم اللي بتختاره، الرقم اللي بتختاره مشان تلزم نفسك فيه. برنامج مصالحة مع الخلق، لأنه حقوق العباد، حقوق العباد مادية ومعنوية، بدها كمان مصالحة. حقوق الصلة ما بين الأرحام، حقوق البر للوالدين، حقوق حسن الجوار، كله بدك أنت تراجع نفسك مشان لما تقبل على الله عز وجل يوم يوم عرفات تكون ممن نظر الله عز وجل إليه. قولوا اللهم آمين. حياكم الله جميعا في إذاعة يقين وبرنامج هم كمي على 569-33-77. نبدأ باستقبال الاتصالات. في معنى اتصال؟ ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ الله يسلمك، يا مرحبا. ومعك من غزة أنا. يا مرحبا فيك، أهلا وسهلا. أنا عندي سؤال لو سمحت. أنا أرملة وعندي طفل يتيم، أنا ما عندي غيره وأنا بشتغل، لكن أحيانا طبعا الشغل ما بيكون مستمر وهيك، فأنا بطل أخذ من الفلوس وأصرف يعني. فهل في يعني إثم علي أو كيف؟ كيف أنا بقدر أحافظ يعني على فلوسه؟ لأنه في شيء إلا أنا وهو يعني. أيوة. طيب، أول شيء الله محييك يا أختي، وهذا الطفل أسأل الله العظيم رب العالمين أن يبلغك فيه، وأن يفرح قلبك بتوفيقه، وأن يجعله من الصالحين البارين، وأن يجعله إن شاء الله سداد لمكان والده. هذا واحد. ورقم اثنين، أنت بتحكي معنا من فلسطين من غزة، الله محييك، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يثبت أقدامكم، وأن يخذل عدوكم، وأن يأخذ بأيديكم لما يحب ويرضى. وإنتوا إن شاء الله من الناس اللي ربنا سبحانه وتعالى اصطفاكم واختاركم في بقعة طاهرة مطهرة جعلها وقفا لا يحول ولا يزول. هاي رقم واحد. نيجي على الجواب الفقهي. أموال القصر سواء وهي نوعين من المال، هاي مشان أوسع الجواب مشان الناس يسمعوني، اللي هو مال اليتيم ومال الموصى به. يعني مال اليتيم زي حالة الأخت، ومال الموصى الوصي الموصى عليه، يعني واحد اتطلق هو زوجته، صار في بينهم طلاق والأولاد راحوا عند أمهم وصار الأب يدفع نفقة، ترى هذه النفقة مثلها مثل مال اليتيم. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. طب معناته جامد الأمور، الأمور حادة. طب قديش معها حق الأم إنها تأخذ من مال ابنها؟ بنقول بالمعروف، يعني الأصل هذا المال للطفل اليتيم، الأصل هذا المال للطفل اللي هو أنت وصية عليه. بالنسبة للمرأة المطلقة هذا المال اللي بوصلك أنت وصية على الطفل، فتأكلي وتشربي وتعيشي بالمعروف. لكن مال الطفل اليتيم لا يجوز لك أن تتصدقي منه. تخيل، ما إليك حق لا يجوز لك تتبرعي منه، ولو لجامع ولو لمسجد. توكلي وبتشربي وبتصرفي بالمعروف، كهرباء ومي وأثاث كويس للطفل وملابس وبناكل مشرة مع بعض، لكن ما إلي حق أنا أختص نفسي بشيء من هذا المال.
ما إلي حق أختص نفسي بشيء من هذا المال. أما واحدة مثلا عندها يتيم واليتيم بيجي دخل فراحت هي اشترت سيارة وصارت قصت من مال اليتيم، هذا حرام. ومثل إذا كانت واحدة مطلقة وعندها ابن ولا أولاد والأب يدفع النفقة وتروح هي تتوسع في ملذاتها وتشتري سيارة وتشتري مش عارف مين وسفر وروحة وجية كله من مال، هذا مال حرام. فمال اليتيم ومال الموصى عليه متساويان، فالمرأة إذا كانت تأخذ نفقة من المطلق لتنفق على أولادي بحكم المحكمة هذا لا يجوز لها أن تتوسع في حياتها ولا قرش واحد. أما السيارات وسفرات وروحات وجيات وعمليات تجميل وعمليات مش عارف مين وتشتري ملابس ومش عارف إيش وكذا 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 كله من هذا المال، والله هذا مال حرام. ومال الحرام يظهر في الدنيا أثره قبل الآخرة، نسأل الله العافية العافية. معنا كمان اتصال. ألو. ألو، السلام عليكم دكتور محمد. عليكم السلام ورحمة الله. أشكرك على البرنامج الطيب. يا مرحبا يا مرحبا. معك أسامة من الدوحة. يا مرحبا، الله يحييك. دكتور محمد عندي سؤال. نعم. هل يجوز الزوجة تفاوض زوجتها تتنازل عن مؤخرها خوفا من مثلا من المشاكل والإزعاجات وعدم اهتمام فيها، هو دائما يفاوضها بالتنازل على مؤخرها، ما حكم هذا بالشرع؟ يعني المؤخر هذا حق ثابت للزوجة، وما أخذ بسيف الحياء فهو حرام. إذا لزها وحاياها وخاجلها حتى تتنازل عن مؤخرها هذا مال حرام. لكن لو هي تنازلت بطيب نفس منها قالت له أنا مسامحيتك في المهر مؤخر، هذا موضوع تبرع. وتتنتبع إذا الزوج سامحت لا يجوز الرجوع في المسامحة. يعني هي قاعدة هي ويا يوم هيك رايقين وقالت له تعرف يا أبو فلان أنا مسامحيتك بالمؤخر، ويوم ما تزاعل قلت له أنا بطلت، لا ما في. إذا تنازلت عن المسامحة، إذا تنازلت عن مهر المؤخر بالمسامحة ما عاد لها حق ترجع فيه، هاي واحدة. النقطة الثانية، الزوج ليس له أن يفاوض أو يضغط زوجته أو يلزمها أو أنه يخجلها أو أنه يهددها أو 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 أي وسائل الضغط الإكراه من أجل أن تتنازع عن مهر المؤخر، هذا حرام، هذا حرام. وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. نعم، أما والله بطيب نفس هي حرة، فهو يعتبر دين للزوجة وهي حرة في طريقة تصرفها. أي نعم، هاي نقطة. النقطة الثانية مهمة جدا، لو صار طلاق بين رجل وامرأة وكان هو مسلمها المهر المؤخر بس ما في عليه شهود ما في وثائق، فأكيد عند القاضي راح تقول له أنا لا أخذت مهر مؤخر ولا أخذت ذهب، هو راح يقول أخذت أعطيت، في معك بين؟ لا ما في بينة. فقد يحكم القاضي لها بالمهر المؤخر، إنما أقتطع لك قطعة من النار فإن شاء فليأخذها وإن شاء فليدعها، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، هذا مال حرام. في جرت حالات إنه الزوجة تقول أنا ما أخذت المؤخر، هو مقبضها إياه، فبيجي القاضي بحكم بمؤخرها عند الطلاق. كون القاضي حكم مش معناته صار حلال، حكم القاضي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، حكم القاضي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. القاضي يحكم على نحو ما يسمع، فظاهر الأمر إنه ما دفع. ليش؟ لأنه إحنا عادة المهر المؤخر يؤجل، فقالت ما قبضت فالقاضي حكم لها بالمهر المؤخر فأخذته، هي طبعا تعتبر حالة كسبانة. شو كسبانة؟ كسبانة جهنم. النبي قال صلى الله عليه وسلم قال فإنما أقتطع له قطعة من النار، فبدا مخافة الله. الله محييكم جميعا. معنا كمان اتصال. السلام ألو. عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا شيخ محمد نوح، وزادك الله علما فوق علمي. تفضلي يا أختي، الله محييك.
وكثر الله من أمثاله. اللهم آمين جميعا إن شاء الله، إحنا خدام للعلم. أولا آمين. أولا أسأل الله العلي العظيم أن يرحم والدك بواسع رحمته، وأن يثبته بالقول الثابت، وأن يسكنه في الفردوس الأعلى في الجنة. اللهم آمين. آمين آمين جميع موتان. اللهم آمين. جزاك الله خيرا. في عندي سؤال يا شيخ الله يحفظك. سؤالي متى يكون طواف الإفاضة؟ بارك الله فيك. الله محييك. طواف الإفاضة بيكون مباشرة بعد عرفات، هم لما بيفيضوا من عرفات يوم الوقفة على المغرب بتوجه باتجاه مزدلفة، فمن بعد مزدلفة، فمن الناس من يتوجه إلى رمي الجمرات، ومن الناس من يتوجه إلى مكة، فهو يكون بعد مبيت مزدلفة، يكون بعد مبيت مزدلفة لأكثر من بعد نصف الليل، فيا من نروح باتجاه منى نرمي الجمرة، يا إما نروح باتجاه مكة ومنطوف طواف الإفاضة. أنت من اليمن؟ يا شيخ الله محييك يا اخي يا مرحبا. نعم ما يحفظك، يعني مش على الهواء، ما يحفظك، يعني ممكن اترك رقم تليفوني الله يحفظك. ابشري. حاضر، خلي تليفونك عندنا متواصلين. يا مرحبا فيك يا اختي، يا مرحبا، اهلا وسهلا فيك. احنا ان شاء الله متواصلين على 569-33-77. فاصل قصير وراجعين إن شاء الله، فمرحبا بكم جميعا. يا مرحبا، حياكم الله جميعا. دكتور، بالنسبة للخواريف المناظر اللي بتزين فيها البيت للعيد، فيها مشكلة أو فيها حرام؟ القاعدة أن التماثيل التي لحيوان مكتمل حرام اقتناؤها، هاي القاعدة. الاستثناء إلا ما كان للعب، فهذا الخروف تبع العيد هذا للعب، لا هو تقديس ولا هو صنم ولا هو، فعندنا القاعدة أنه التماثيل لمكتمل الخلقة، فرس كامل، إنسان كامل، طائر كامل، هذا لا ما بيجوز، قال عن النبي صلى الله عليه وسلم المصورون. وأما الخواريف الصغيرة هاي والألعاب الأطفال بنسميها إحنا الألعاب الكرتونية، الصور الكرتونية، فهذه إن شاء الله ما فيها شيء. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم دخل على سيدتنا عائشة وكان عندها فرس له جناحان، فقال ما هذا يا عائشة؟ قالت هذا فرس جبريل. هيك متخيل أن فرس سيدنا جبريل له جناحان، هي صورة الكمال، فما أنكر علي النبي صلى الله عليه وسلم. أين في نقطة عندي بهذا الموضوع، في الآراء الفقهية أو الآراء السياسية المجتمعية اللي ما فيها نص، أقصد التي ليس فيها نص قاطع من كتاب أو سنة، نص قاطع من كتاب أو سنة، إذا كان في نص قاطع من كتاب أو سنة في أي مجال، إذا كان هنالك نص قاطع من كتاب أو سنة فنحن مع الكتاب والسنة، تمام؟ طيب، ما لم يرد فيه نص قاطع اللي الله ترك لنا يا لمجال الفهم، أنت لك فهم وأنا لي فهم، فبدي أسأل سؤال، إذا كان موضوع لم يرد فيه نص، موضوع سياسي، موضوع اقتصادي، حتى في المسائل الخلافات الفقهية، وأنا إلي رأي وإنت لك رأي، لماذا يكون رأيك صح ورأيي أنا غلط؟ ونبدأ بين بعض بالشتائم والقطيعة، ما فيش نص قاطع. يعني مثلا خلينا نقول في مجال السياسة، أنا بحب فلان، انت بتكره فلان، انت بتكرهه وانا بحبه، ليش انا اسمي طبال وزمار وسحيج ومنافق وانت لك حر وشريف ومش عارف ايش؟ طب هو هذا ما فيش نص من قرآن ولا سنة، هذا رأي، فلماذا رأيك صواب ورأيي خطأ؟ لماذا رأيك حر وشرف ورأيي انا تطبيل وتسحيج؟ على سبيل المثال في مجال الدين، انا عندي وجهة نظر انه هاي الالعاب الكرتونية ليست أصناما، لأنه هذه مهانة، يعني الأولاد بيلعبوا فيها وتوضع على الأرض وكذا، فإلي وجهة نظر، وإنت لك وجهة نظر أنها حرام، ما فيهاش نص قاطع،
لأنها ألعاب كرتونية ليس فيها نص قاطع. طب ليش أنت العالم الهمام والفارس الذي لا يشق له غبار وأنت صاحب الحق وأنا صاحب باطل؟ طبعا بمثل على حالي عشان نفهم الصورة. لماذا يا إخواني في المسائل التي ليس فيها نص قاطع من كتاب أو سنة أنت لك رأي وأنا لي رأي، فلا أنا أفسقك وأبدعك ولا أنت تفسقنا وتبدعني، ولا أنا بقول عنك أنك أنت إنسان في مجال السياسي مثلا أنك أنت إنسان خاين ومش عارف مين وعميل، ولا أنت بتقول عني سحيج وطبيل. يجب أن يتسع النظر للمسائل الخلافية. هذا حدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، قال من كان يؤمن يؤمن، يعني ربطها بالإيمان بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة، وانطلق الصحابة، قربت الشمس تغرب يعني العصر تروح علينا، ناس قالوا بنوقف نصلي وناس قالوا لا، النبي قال في بني قريظة يعني في بني قريظة، حتى لو راحت علينا العصر إحنا النبي حكى كلمة لازم تنفذها. فمنهم من نزل فصلى في الطريق، ومنهم من وصل إلى المكان فصلى بعد ما راحت عليهم صلاة العصر، فجاء عند النبي يحتكم وشوف الأدب، فقالوا صلى الله كذا وكذا. إخواننا بنص الكلام إخواننا، ما قالوش هالمبتدعين هالفاسقين هالضالين هالأغبياء هالمرتشين هالسحيجين هالطبالين، لا اللي وافقوا كلام النبي على ظاهر قالوا عنهم سحيج وطبيلة، ولا اللي خالفوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال عنهم مبتدعين وضالين، قالوا إخواننا إخواننا عملوا كذا وإحنا عملنا كذا، شو رأيك يا رسول الله؟ قال كلنا على حق. سيدنا علي وهو يقتتل مع معاوية لما سألوه عن معاوية، هو بتقاتلوا بتقاتلوا، قال إخواننا بغوا علينا، شو أمه؟ إخواننا. اليوم إذا اختلفت مع واحد برأي سياسي، لا أنت كذا وكذا وكذا وكذا، طب ليش انت صح وانا غلط؟ او ليش انا اللي صح وانت غلط؟ ليش؟ مسألة فقهية فيها اقوال وفيها ما فيهاش نص قاطع، ليش انت غلط وانا صح او انا صح وانت غلط؟ لا يعذروا بعضنا بعضا، هذا رقي الدين. هذا مين بيعلمني اياه؟ بيعلمني اياه الدين. اي نعم، ناخذ اتصال. الو يا يا مرحبا. اهلا دكتور نوح، بدي افوت في الموضوع بسرعة. في شخص توفى وهذا الشخص في رسوم الدفن اللي هو القبر والشاهدة. هلا هو كان هذا المتوفي يقبض مبلغ معين من الورث اللي كان ياخدها من الوالد، بصير هدول المبلغ ناخدهم وندفعها رسوم الدفن، ولا هذا المبلغ بتحول للورثة؟ هو يا أختي رسوم الدفن وكل تكاليف الدفن من تركة المتوفى، فإذا كان هو له مستحقات مالية عندكم وانتوا قمتوا بهذا الواجب من الفلوس المستحقة له، هذا بصير وتسلموا باقي الفلوس عاد للورثة. لكن هو التكلفة الدفن والكفن كل تكاليف الموضوع هذا من مال المتوفى إن كان له مال، فإذا ما كان له مال بنلاقي حل ثاني، لكن الأصل أن يكون من ماله وبس نخلص بنوزع الباقي على التركة. فإذا كان له مستحقات مالية عندك وقمت بهذا الواجب خير وبركة ورحمة الله عليه. أوكي، هلأ هذا المال لازم يكون بموافقتهم لأولاد المتوفي إنه تأخذ من ماله؟ لا. طب هو يعني هو السؤال، انتوا ايش المشكله لو سلمتوا الفلوس لاهله وهم يدبروا حالهم؟ مش هيك المفروض بصير احنا ناخذ بدون استشارتهم وندفع؟ لا، الاولى انكم تسلموا المال لاولاده وهم بدبروا حالهم، بلاش يقول لك والله زودت ونقصت والكفن غالي والقبر مش عارف مين، ليش؟ خلاص لك حق عندي، هاي تفضل الحق تبعكم وعظم الله اجركم. خلاص ان شاء الله، بدل ما ندخل بسين وجيم واكلت المال وما اكلت المال وكذا بيكون افضل. اوكي، شكرا كثير. عرفتي؟ يا مرحم، رحمه الله على كل امواتنا، اللهم امين. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالي مع الدكتور؟ الله يحييك أخوي يسلمك. معالي الدكتور، أنا عسكري متقاعد وراتبي مليون ومريض رجلي مقطوعة وبحاجة منك من الخير مساعدة ثلاجة. تبشر خير كثير الحمد لله. تبشر بالسعادة. تبشر أخوي، خلي تلفونك عندي. حاضر، الله يحييك ويسلمك، يا مرحبا فيك. بالأمس تكلمت عن الأضحية للوالدين الأموات، فهل تعد صدقة أم ننويها أضحية لهم؟ لا، مننويها أضحية. لما يضحي الواحد عن والده عن والدته عن الأحياء عن الأموات بنويها أضحية. لما ذبحنا صارت أضحية. الآن لما بدي أوزع الأضحية دخلنا في مجال كمان ثاني اسمه مجال الصدقة، فأنا ضحيت وتصدقت بالأضحية. فأنا بعد ما أضحي بالخيار بين أمرين، يا إما بتصدق وهذا أجر زيادة، يا إما بخليها عندي في البيت أو بسوي عليها غدا العيد أو كذا، بيكون هذا مش صدقة. فإذا الأضحية فيها أمرين خيارين، إما أضحية تؤكل وإما أضحية نتصدق بها، وعلى الجهتين صح وحلو، ربنا يبارك ويقدر الجميع إن شاء الله وكل خير وبركة، والتوسيع على الأولاد يوم العيد ونسوي هالعزومة ونقعد الناس وتوكل مع بعض كمان أجر زيادة. يعني هاي كمان فرحة العيد، ما هي كمان يعني لها دور. أما والله منصل العيد وعلى طول ماخذين الأولاد صغار على المقابر، والله ما كمان يعني أنا ما بحرم، ها عشان ما نفهم غلط، لكن تربويا أمرين لا أحبهما، تربويا أمران لا أحبهما، وأنا ما بعطي حكم شرعي، بعطي نصيحة مجتمعية. أمران لا أحبهما في تربية الأطفال، الأول أن يكون أول منظر يراه في العيد المقابر، لأنه يوم فرحة، وأنت تفهم معنى الموت لكن هو لا يفهم معنى الموت ويفهم معنى العيد أنه فرحة. فمع الأسف أصبح العيد في حياة أطفالنا مرتبط بالمقابر بدلا أن يكون مرتبط بالمفارح، بدل ما يكون مرتبط بالفرحة صار مرتبط بالمقبرة. فأنا لا أحب للأطفال أن يزوروا المقابر يوم العيد، حتى لا يرتبط في ذهن الطفل أن عيد المسلمين مرتبط بالقبر. هذا رقم واحد. والأمر الثاني، اسمع من أخوكم، لا تشاركوا أولادكم في رؤية الذبح، ما بتحملوا. لا أنصح بأن الأطفال يوم العيد نفرجيهم كيف يذبح الخروف، مش فرحة. أنت فرحان وبدك تضحي، أنت كبير. فأمران لا أحبهما في تربية الأطفال، الأمر الأول أن يزور المقابر صباح العيد، والأمر الثاني أن يشهد وأن يرى طريقة ذبح الخروف. اسمع مني، هاي نصيحة لوجه الله، مش حكم شرعي، أنا بقول نصيحة. ورح يجي واحد يقول لك قال صلى الله عليه وسلم قومي فاشهدي أضحيتك. ستنا عائشة كانت كبيرة، زوجة لما قالها قومي فاشهدي أضحيتك، مش طفل عمره سنوات يشوف الخروف كيف بتمرمغ، وخاصة ان احنا جايبين الخرفان قبل العيد والاولاد بلاعبوهم وبيحمموهم، بيحمموا وحطوا لهم شبرات ومش عارف مين وكذا وكذا وكذا، ليوم العيد نروح ذابحينه. قطعت فيه كل حبال الوفاء والصداقة والالتزام بالكلمة. وانا بقول لك مش حكم شرعي هذا، بقول لك نصيحة لوجه الله. فاصل وراجعين، فحياكم الله جميعا. يا مرحبا، حياكم الله جميعا وأهلا وسهلا بكم. عندي رسالة بتقول دكتور أنا بحب إنه أولادي يروا طريقة ذبح الأضحية حتى يتعلموا ذلك. حتى أوضح المسألة، البيتزا زاكية ولا مش زاكية؟ زاكية. المشاوي طيبة ولا مش طيبة؟ طيبة. الكرش والكوارع طيبة ولا مش طيبة؟ طيبة. بس سؤال، هذا الطعام يصلح لطفل عمره شهرين؟ لا يتناسب معه. مثل أن بعض الأشياء لا تتناسب مع معدة الطفل، فهنالك أشياء لا تتناسب مع عقل الطفل. مش إنها غلط، لا، الأضحية شعيرة من شعائر الإسلام، الأضحية شعيرة من شعائر الإسلام، لكن مثل ما أنه بعض الأكل لا يتناسب مع الأطفال نظرا لصغر سنهم، في بعض القضايا لا تتناسب مع الطفل.
لأنه إحنا بالنسبة لنا أن الأضحية شعيرة من شعائر الله، وأن الله عز وجل عندما جعلنا نذبح فنحن نذبح باسم الله، يعني باسم الذي سلطني على إزهاق الروح، ففي عنا شعيرة من شعائر الإسلام. لكن الطفل ما بيفهم هذا الكلام، الطفل ما بيفهم أنه زيارة المقابر يوم العيد بر والدين، بيفهم أنه العيد فرحة، فالصبح منروح كابسين وإحنا بالمقابر أول مكان. مش بقول لك أنه غلط، بس بقول لك ناحية تربوية. لذلك أنا قلت لكم ليس حكما شرعيا، بقول ناحية تربوية، قل له زيارة المقابر مباحة، لكن الطفل يوم العيد يشوف الحلويات ومراجيح وألعاب وكذا ولا شو يعني، فالموضوع تربوي. فالأضحية شعيرة من شعائر الإسلام، وهذول اللي بيحتجوا على من حقوق الحيوان وحقوق مش عارفين، يروح يحتجوا على المذابح اللي بتصير بالأول قبل ما هم خايفين على حقوق الحيوان. المهم احنا ما ندخل بنقاش في هذا الموضوع، فهي شعيرة من شعائر الإسلام، ولكن تربويا بالنسبة للأطفال عقل الطفل مشاعر الطفل قد لا تتحمل بعض شعائر الإسلام، لذلك الله ما خاطبه بالتكليف بالصلاة لأنه لا يفهم عن العبادة. فإذا كانت الصلاة وهي وضوء وصلاة وعلى سجادة، الله ما خاطبه فيها لأنه عقله لا يحتمل معنى العبادة، فش حال لم يكون فيها شعيرة يرى فيها أكبر من موضوع أفعال الصلاة. لا، فهذا موضوع تربوي الله يفتح علينا لك. وأما هي فهي شعيرة مش شعائر الإسلام. نأخذ اتصال. ألو ألو، يا مرحبا. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا أنا عمري 30 سنة، لما كان عمري 18 سنة البركة إن شاء الله إن شاء الله نذرت نذر لله إنه إذا صار الشغلة الفلانية أفعل سنة من سنة الرسول، يعني سنة معينة. لليوم أنا بحاول ألتزم في النذر، بس أمرات بصعب علي فعل النذر. شو الحكم؟ وأنت لما نذرتيها نذرتيها إنه مدى الحياة، ولا نذرتيها تعملها السنة ولا مرة؟ لا، مدى الحياة. طيب بدنا نسأل عنها الشيخ إسماعيل في البرنامج اللي بعدي مباشرة إن شاء الله، لعله يجد لك فيها فتوى إن شاء الله. الله يرضى عليك يا رب. النذر هو أن يوجب الإنسان على نفسه ما ليس بواجب، وذكر الله من صفات المؤمنين وبالنذر هم يوفون. فالنذر ترى مش كلمة بتنحكى، النذر التزام مع الله تبارك وتعالى. فعلى كل حال بنسأل عنها فضيلة الدكتور إسماعيل إن شاء الله. دكتور بصير أصوم القضاء في 10 ذي الحجة؟ أيوة بصير، أن نجمع ما بين نية القضاء ونية ذي الحجة يجوز، وهذا مختلف عن 6 شوال، مختلف عن موضوع 6 شوال. ومثل القضاء لو واحد يصوم 2 وخميس فجعل صيام 2 وخميس قضاء برضو بصير، بيكون حرز الأجرين، أجر الاثنين والخميس وأجر القضاء. معنا اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام، عليكم ورحمة الله. كل عام أنت بخير يا دكتور محمد، إن شاء الله من العايدين والفايزين يا دكتور. بخير بالصحة والسلام جميعا إن شاء الله. اللهم دكتور داخر على الله سمع عليك. الله أنا يقدرنا عندي يا رب. ابني خريج يا دكتور محمد، وذاقت علي الدنيا، وهو المعيل إلي. نعم. لخوات الستة، واضطريت والله يا دكتور محمد إني أدايا لمبارح من جارة 200 دينار، وقف علي وعتخرج 200 دينار، ووقعتني على ورقة، والله أعلم بالحال. والله هو يعني وحيد ابني لي، خريج هذا الفصل من جامعة البلقاء العقبة، والله بعلم بالحال يا دكتور محمد. نعم. الله بعلم بالحال، الشكوى لغير الله مدلي، والله ذاقت في الدنيا، والله بدي أقدم على قرض، وقالت لي هالجارة أنا بداينك، وإن شاء الله الله بيسر أمرك وبتسديني ياهم.
فداخل على الله ثم عليك. طيب خلي تلفونك عندي يا أختي وتبشر بكل خير. إذا صار أي مجال مساعدة أو حدا حاب يساعد معنا في هاي الحالة تبشر بكل خير. فخلي تلفونك عندنا يوم بدر ولعل الله سبحانه وتعالى يجعل له فرجا. 200 دينار إن شاء الله مقدور عليهم. إن شاء الله إنه مقدور عليهم. هاي الأيام اللي ما لازم تضيع منا لا بدقائقها ولا بثوانيها. أيام مصالحة مع الله عز وجل، أيام ذكر، أيام تكبير، أيام استغفار، أيام إقبال على الله، أيام قيام ليل، أيام صلاة فجر حاضر وجماعة، أيام توسل إلى الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته، أيام تنظيف القلوب، أيام مسامحة، أيام مصالحة. فما تضيع منا هاي الأيام. العمر كله قاعد بركض ركض. هاي أنتوا شايفين يعني أصبحت مسيت يعني الأسبوع شايف كيف بركض ركض. فالعمر كله بركض ركض قاعد. والأيام اللي بتروح والثواني التي تذهب لا تعوض بشيء. فأنا إذا كان لي من نصيحة لإخواني، الأمر الأول ننظف القلوب، هي رقم واحد. والأمر الثاني نكثر من الذكر. والأمر الثالث نريح الفكر، يعني ما يظل الإنسان عايش في ضغط. وبالنهاية لن تستطيع أن تغير إلا اللي بتقدر عليه. مش بقول لك لا تغير، بس بقول لك ما لن تستطيع أن تغير إلا ما تستطيع. وقاعد كل ما صار الطق بمشرق ولا طق بمغرب بيدخلونا فيها ومصير إحنا يعني عايشين المشاكل. استمتع بوقتك وبحياتك، فعمرك قصير والناقد بصير وعند الله تجتمع الخصوم. فليش أدخل في دوامة الفائدة منها قليلة؟ نسأل الله تبارك وتعالى إنه في هذه الأيام أن يصلحنا وأن يصالحنا وأن يقبلنا وأن يتقبل منا، إنه على كل شيء قدير. إلى أن ألتقي بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم على المشاهدة، ويرجى الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات. شؤون إسلامية لنصرة قضايا الأمة.